نبدا نقول إريم حتى حتى شفتوا حتى حتى او الى نهايه في الاخر كمان كده يبقى في ايه حتى الى في النهايه في الاخر انا في الاخر هقول كلام مهم صح كده كلام مهم يبقى كده في الاخر يوازن زي قلنا شرطين او عدل لما قلنا وزارة العدل يبقى كده ايه المحكمة بتوازن الامور مين هيفوز ومين هيخسر تمام كده فوز او خسارة تمام فهي المحكمة هي ايه المسؤولة بالميزان الكلمة الثانية لا ليه بقى عملنا ان هي كده خلي اليمين فوق لا بص كده اهي لا انت عامله كده لا اهي كاني عامل ايدي كده اهو وبقفلها وافتح يبقى دي نقول سلطه تقديريه سلطه تقديريه ولا دي لوحدها ايه سيده زينب تمام كده يبقى دي سلطه تقديريه بمعنى كلمه حريه هو ايه براحته براحته بس لازم ابين بقى كده تمام الرابعة حصر اكن الدايرة وعمل اشارة البلوك شكل البلوك ايه اللي هي اشارة ممنوع زي اشارة ممنوع او حصر بس هي اشارة ممنوع لوحدها او ممنوع دي اشارة معنى كلمة بلوك او حصر بلوك او حصر كده بقى ايه حرية او براحتي تجيب معنى كلمة حلال. 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 يقول لي الأكل ده اللي هو بتاع الخنزير. حلال؟ ولا حرام. حرام. عارف بقى كلمة اللي هو بطل. فدي إشارة حرام. حرام. أو ممكن ربنا يزعل. صح. ربنا يزعل. تمام؟ أو نقول عليها كلمة حرام. حلال. حلال. ليه؟ قلنا كأنها إيه؟ الطير. الطير لما يمسكوا الحمام يقول لك سيبه ينطلق فيقول لك ايه؟ طار فدي بتيجي معنى كلمه حريه ها بس ايه؟ عايز اشوف ايدك عايز اشوف ايدك يبقى اليمين فوق الشمال اليمين فوق الشمال حريه سلطه تقديريه بنقول ايه؟ سلطه تقديريه للمحكمه هو ايه؟ مسؤول يوازن تمام؟ مين؟ هيفوز او هيكسب القضيه ومين ايه هيخسر شكرا جدا يا صوت يعني انا خمس كلمات دول فيها حاجه صعبه ها نقول تاني ها اول كلمه حتى في النهايه بس ما يبقاش من فوق لتحت حتى اهي ايدي اهي حتى حتى في النهايه الى لكن ما عملهاش كده لازم ايدي تيجي من هنا لهنا شفت الاتجاه لازم الاتجاه يكون بالظبط حتى الى في النهايه في الاخر ها قلنا ايه حصر او بلوك حصر او بلوك حصر او بلوك سلطه تقديريه قلنا ايه سلطه تقديريه تيجي معنى كلمه ايه حريه لوحدها سيده زينب سيده زينب عشان الاضرحه اللي هو التمسك بالاضرحه تمام بعد كده يوازن او ميزان او تيجي معنى كلمه ايه عدل ميزان او عدل زميلة ماشي مش مشكلة عند صوتك بس اشارة معاكسة يا جماعة بالظبط واحد بيعاكس حد اللي هو بيتفحص شخص قلنا معاه تيجي معاكسة وتيجي معنا كلمة تفحص تمام هو بيشاور بقى ممكن انا اقول انا اوصف ايه او دي اشاره بنت عمال يبص عليها بقى ايه يتفحصها من فوق لتحت فلازم اقول اشاره ايه بنت بيتفحصها ها كده مش مؤدب مؤدب لا مش مؤدب مش محترم يبقى دي اشاره ايه لما يجي في الفصل لك ربع ايه ربع ايدك صح فهي تيجي معنى كلمه ايه مؤدب
مش مؤدب يبقى النفي عندي ايه؟ مش مؤدب. وقلنا الاشاره الثانيه للمؤدب مؤدب. قلنا لما الحيوان اللي في يعمل ايه؟ صح كده؟ يقعد كده ويعمل مش مستحب دي او دي يقول لك مؤدب. هو بيعمل كده مؤدب. لو عايز اقول مش مؤدب. يبقى دي دور التربيه. تربيه. ها ثالثه. تاني اللي قلنا اشاره زنا او كده بقى. بص حركة ايدي لازم ايدي دي بره الاول وانزل زنا. تمام زنا تمام. اهي علاقه بين مشروع او زنا. تمام كده اهي مع بعض ازاي؟ ايوه اهي. في بعض الاثنين بيجيبوها الاثنين مع بعض يعملوا شرطين مع بعض مستواك مش صح. الاثنين مع بعض صح. اول ايه؟ تمام؟ برضه نفس سينا. حركه مش كويسه. يعني ليها ثلاث اشارات. واحد اثنين. عارف حد الوزير؟ فيلم صح؟ هو ده بتاعي. تمام؟ هي نفس المحاكم. هقول لك ايه؟ دي بتستخدمها اكتر لما مش عايز حد يشوفه. تمام؟ لما مش ايه؟ انا بتكلم انا واحد فمش عايز اقوله اللي هو كده فاهم؟ تمام كده؟ خلاص كده؟ كلمة واحدة أو قرار اللي هو مش قرار عشان دي قرار دي إشارة تانية. تمام قلنا إيه؟ أو مصر. أنا عشان التسجيل مش واصل له صوتك مش شايفين حركات بس صوت لا. فممكن بس كده شوية المرة الجاية هيجيبوا الكليبس ده اللي هو على حركات عشان بيبقى ترجمة للكلام ممكن يقطع مع كاميرا ممكن حبيبك تقرب على الكاميرا هنا لا مش مشكله ان شاء الله انا هشتغل عادي. فقلنا ايه؟ كلمه واحده مره واحده. ما بحبش اعيد الكلام مره اثنين. لا هو كلمه واحده. دلوقتي اتعمل انا قلت لا كده ظهر ايدي لبره يلا زولين كلمه واحده كلمه واحده. ايوه خش شويه بس عشان ما تطلعش تاني. تمام انا بقول الحاجه مره واحده لكن قلنا قرار قرار حرف ايه ده؟ قرار. انا هعمل قرار لاعضاء المكتب ممنوع يتاخروا الى شرط عضو. عارفين الشاره بتاع اللي بيلبسها ده في اليد بتاع الفرقه؟ لك عضو. انا عضو في جمعيه المرأة. شرط دي جمعيه يبقى شرط عضو. انا عضو في نقابه نقابة المحامين. نقاب. يبقى نقابة المحامين. يبقى دي شرط ايه؟ عضو. دي كلمة جديدة أول مرة. شكرا جزيلا. تفاصيل ما فيهاش كده. لا. تفاصيل بص حركة دي عشان برضه دي ما تبقاش ايه؟ عشان سماع مش هي برضه كده. لا اهي تفاصيل تيجي بمعنى كلمة شرح وتيجي بمعنى لو حطيت ابيض تبقى شرط قطن. القطن عارفين القطن؟ ايوه ما هو نفس القطن لما بيقعدوا يفصصوه كده فدي شرط قطن بس اضيف عليها كلمة ايه؟ ابيض. لكن دي شرط بقول له اشرح انت مشكلتك ايه؟ اشرحها. اختصار لا تفاصيل. انا مش عاوز اختصار انا عاوز تفاصيل مشكلتك. بقت اشاره لا كده لا ايوه دي مفتوحه مشكلتك تفاصيل وكده اختصار. اختصار تطويل تطويل. تمام؟ هقول له انا ايه؟ ما بحبش تطول.
مليون نشر دي تعاون صح تعاون يقول لك ما بحبش اللي هو يا كده كانها زي ريحه مش كويسه تقول ما بحبش تطويل او انا ما بحبش تطول اختصر التفاصيل المهمه صح كده ها ساعدها سالتني لا ايوا صح كده سؤال او سؤال علامه الاستفهام صح اهي اهي اكنها بسال عليا تمام سواء بعملها بصباعين اتنين تجاهي كده انا اللي بسال انا عايز اسال الاستاذه اميره لكن هي ايه اللي هي علامه الاستفهام تبقى في اتجاهي انا عايز ايه اساعدها لكن انا ايه بطلب المساعده صح إشارة سرير دي لوحدها إشارة كرسي وقعد قعد قلنا القعدة وادي المسند تمام الاثنين قصاد بعض تيجي معنا كلمة سرير ولو قلنا بقى في القانون الأسرة يبقى أنا بقول له إيه قائمة النفط ولاد اللي هي إشارة سرير إشارة إيه ولاد تمام إشارة ثلاجة لأن هو بيبقى عايز إيه تفاصيل شرح لأن الأصم ما يعرفش كلمة قائمة المنقولات فأنا بشرح له يعني قائمة أنت أديب أول ما اتجوزت كتبت الكتاب أنت وقع على ورقة اللي هو السرير الدولاب يقول لك أوه نعم أنا وقعت عرفنا بقى إيه التفاصيل هو ما يعرفش كلمة قائمة المنقولات لكن يقول لك أنا أول ما اتجوزت أوه وقعت على ورقة الورقه دي اللي هي بتاع السرير والدولاب والذهب يقول لك نعم فهمنا كده اشاره الثلاجه اللي هي دي بفتح الباب كده اشاره ايه سائع اشاره التل سائع او تل انا عاوز اشرب ميه ساقعه تمام انا عاوز عصير اللي هي اشاره الشاليمو تمام سائع تمام كده؟ عرفتوا قيمة بقى الجزء الأولاني ايه؟ الجزء الأولاني ما هو كان كلمات لتجميع الجمل القانونية دلوقتي يعني مش زي ما تقال لي كلام ملوش لازمة لا هو كلام له لازمة مفردات بنجمع ده صح يعني ربنا يبارك بس بهدوء ونشرح ما تكونوش ايه بسرعه لا شرط ايه بسرعه ايه بسرعه بسرعه وتيجي اوقات كلمه بسرعه عارف اللي هو حاجه يعني مره من قدام عينك صح كده عشان نعمل ايه طلعت مره واحده دي شباب بسرعه او بسرعه بسرعه تمام شاب بالراحه اصبر يبقى ايه القائمه لازم اشاور الاول ان في ورقه اللي هي عقد تمام اللي هو انت وقعت هو عقد شاور دي سرير ها صح ثلاجه بوتاجاز ممكن حضرتك يا استاذ عايز تيجي هنا ماشي ممكن انا احط بس كده بس شارب بوتاجاز اللي هي العيون صح مع اضيفه بقى ايه شارب كبريت لا ازاي لا بصي انت بتمسكي عقد الكبريت ازاي اكيد ما بتاخدش كده تمسك ولاعة قبل ما تمسكي الولاعة حضرتك انا في كبريت تمام كده وإشارة دي اللي هي كني بفتح العلوم تمام يبقى انا كده تمام يبقى انا شرحت كده القائمة المنقولة ثانية لا محضر ما عملش عقد محضر بكتب او ممكن اقول لك هنعمل شكوى انا بقول ايه شكوى
انت في مشكله لازم نروح جمعيه هنعمل شكوى. تمام؟ يبقى جن محضر، يبقى انا هضيف عليها كده واعمل اشاره ايه؟ شرطه، اشاره داخليه. يبقى انا بخصص، في بعض الناس يقول لك داخليه عشان النسر لما بيلبسوا الكاب يبقى النسر ايه؟ صح كده؟ اشاره داخليه الاثنين صح. لا كده دايره دايره ايوه اشاره داخليه داخليه. لا دي دي ما سلمكيش اللي هو ما اخدتيش. انت اخدتي الذهب بتاعك، اخدتي استلمتي، يبقى انا اهي بمد ايديا وباخد، لكن مش كده ايه ماشي. هو استلم عارف اللي هو انا اجيبه من بطن الحوت كده عشان تمام بس كده استلم. يبقى ما استلمتش ما استلمتش صح كده. تاني استلمتش كمان هيتحبس هو صح كده. يبقى هو الحمد لله هو فين؟ طب لا ما حدش خالص عشان عالية ووطي نزل الرجل تحت ممكن يظبطها. هو سبب ريح ريح يا جماعه ايوه نزل ريح لا لا هو حد يناديله بقى بس دي خطر انها تقع بس بقى تعبير وشي تمام بس هو يجي هو يجي هو يجي شوف حلو كده بس هنا خلاص ارتحت معلش بس برضه ايه وقفه بقى طويله هو ممكن زي تندهله وهو يجي يتصرف يا ريت عليه هي كده فريد بس هو يجي يزيد يعني عقدة عليه فحرام هي عقدة فهي باينة بقى بالتيكت. فين أحمد سمير؟ فينه؟ ما جاش حضرتك مكلمة كده لا ما جاش كده كانت هتقع لا والله لا كانت هتقع دلوقتي جيب أحمد سمير حاضر أحمد سمير معلش بس هو يجي يظبط الكاميرا من ورا أو كنسة بس بين بقى صح كده؟ فدي اشاره دي ظلم
بس انا واحده ايه بغلس وانا ببتسم انا بغلس عليك لكن الثانيه ولكن المدير في الشغل ظلمني يبقى انا عملها في نفسي انا وظلمني انا هو ظلمك السبب تمام كده شرط بقى من هنا بقى كده ايه الشرط شرح تفاصيل شرح اطمئن يبقى انا عندي شرطي ابيض شكرا استفاده مكسب اهو جيبه مكسب تمام بابا بيشتغل تاجر تمام فاكهه هو ما شاء الله مكسب كبير تمام كده ادي شرطي مكسب وخدنا شرطي تاجر وبابا وبيشتغل كوننا جمله صح كده يبقى بابا بيشتغل تاجر فاكهه قلنا زي شرط تفاحه وبيعمل ايه بيمسح كل ده احنا خدناه صح كده هو مكسبه الشهري كبير يبقى المكسب اللي هو بتاع ايه؟ شهر تمام؟ انا عايزه اعمل فيديو اشرح قانون الاسره لا لبره الاسره صح كده تمام دي اشاره اللي هو بيسجل الفيديو لكن اشاره فيديو تمام؟ هاي احنا قلنا الثانية صح الأولى غلط يبقى دي إشارة إيه؟ أمريكا أمريكا فيسبوك دي كلها فيسبوك أمريكا قلنا دولار دولار تمام؟ لكن إشارة إيه؟ فيديو يعني مش كده كده إشارة دي اللي هو في الواحد بيصور بيصور تمام كده إشارة إيه؟ فيديو تمام؟ مرتب او اجرة مرتب كده لا عايز مرتب اجرة ها يبقى ده شرط مرتب او لا ايجار لا ايجار اللي هو شرط ايجار بيت ايجار شقه من شرط ايجار تمام في بعض الناس لك ايه اللي هو بقسط اللي هو الايجار انا بدفع بقسط له شرط تقسيط شرط نفقه صح تصالح او صلح او سليان او قلنا شرط بمعنى كلمه حل تمام حل المشكله يعني شرط هدف اكن ده الشخص اللي هو الهدف وانا بعمل ايه بعمل هدف لكن لو عملتها من على العين تيجي معنى كلمه حسد لو جيت من عند البق تيجي معنى كلمه شتيمه لا نميمه من ورا ايه نميمه اللي هو من وراء نميمه لكن احنا قلنا اشاره هدف حسد انت حسدتني انا اشتمك انت بتشتمني ليه اشتمني ليه تمام بيبنى حسد والشتيمه برضه هو بيعمل كده شتيمه هو بيعمل كلمه ملح اللي هو كلامك مالح شارة ملح عارف ساعة بتحط الملح كده براك يعني كده تمام شارة نظيف شارة لبس نظيف اي حاجة بقى يقول لك مثلا المكان ده نظيف 10/10 نظيف تمام كده اول دي مضمومة واعمل زي شارة نفلة ايوه بدي اشاره نفقه ايجار
لكن اصيغه بقى ايجاري بقى انا احط اشاره بيت ها معاش ان انا اعمل كلمه عجوز واعمل اشاره ايه بس اهي صح كده شكرا جدا يا استاذ سلامات بصور حاجة أو حاجة بمعنى كلمة أكتر مراقبة اللي هو بيراقب تمام أو قلنا إشارة فيديو تمام معاش نفقة عشان أقول بقى الأطفال أو أقول نفقة زوجية تمام إيجار اللي هو الشقة أو البيت بدفع إيجار مرتب أو أجرة زي ما قلنا مرتب أو أجرة لا بس كده بقى حوافز او قلنا برضو ايه حوافز دي معنى كلمه دي زيادات لا مش لجوه لبره دي اهي اهي ايوه اهي ولف البره صح ايوه ايوه دي كده ضهري دي هيلف لجوه ضهري دي هيلف لجوه زياده شكرا سمع زي ما كان معاك خمس كلمات وانت معرفش المحاضره اللي فاتت طب مش مين استاذه منى نفس الكلمه اللي سمع مرتب ليه تقسمين خمسه ازاي؟ ده الكلمات الكثيره جدا مرتب ماشي برضه زياده لا تاني زياده لا اهي ولف اهي صح كده زياده خصم او بتيجي معنا كلمه استقطاعات خصم مفردات اللي هو مفردات المرتب لو انا هشرح بقى هو ما يعرفش تفاصيل اللي هو المرتب اللي هو استقطاعات تمام في مكافآت في مثلا لك ايه مواصلات اللي هو رايح جاي اللي هي اشاره اتوبيس لك لا مواصلات بيعمل لك مواصلات اللي هو رايح جاي يعني او لك اتوبيس في اللي هو واحد يعني بيرعاك او بيتكفل بيك ها ممكن اقول بدل مواصلات لا تقسيط ومين اللي خد قرض؟ انا انت؟ انا مش قرض او سلف هطلع ولا تاني؟ لا انا عندي قرض انا دي شهر القرض وانا شهر البنك البنك مش هطلع بقى زي ما ربنا يبارك فيك زي قرض لا في ايه؟ سلف او قرض بس لو قرض بقى او قرض بقى بدون بنك ماشي قرض من مثلا من جمعيه يقول لك قرض مثلا من مؤسسه هي قالت لي هي ازاي؟ هي اللي كده هي؟ دي كده عشان مبسوط كده هي طب ليه هي؟ هي بتقول هي بتقول لي عشان الكلمه دايما لو على ايدك لو انت بتسويها شمالي لازم تقولي على ايدي قولي هي بتقول لي ايوه دايما بنحطها دايما اللي هو متكرر باستمرار وكلمه تحرش كده تحرش في اشاره ثانيه تحرش قعدت اترجم الحاجات دي كده في حلقه التلفزيون تفحصنا واللي هي معاكسه تمام قلنا اشاره التحرش او قلنا التحرش يلا زين طيب شفتوا انتوا شايفين الدنيا صعوبه ليه؟ اول اللي كشف قرض قلنا قرض او سلف بعد كده اشاره بنوك بعد كده خلسة او من ورا برضه مكرر من الناس قديمه خسارة تمام؟ أنا مثلا قلنا إشارة فرصة إزاي؟ فرصة طب صدفة
صدفة. دي إشارة إيه؟ مقابلة. مقابلة. صدفة. فرصة. تمام؟ أنا كان في فرصة أنا أخدها بصورة. طبعا. صح فانا عشان ضاعت دي مرة فاتت؟ ضاعت. مين اللي ما خدهاش؟ مش كنت بتقسمي الكلمات غلط يا أستاذة لا. إحنا هنعمل عقاب عقاب. خمسة خمسة إذا قلنا أي كلام في الكلام. لا طب بص 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 لا بص بص إفريقي بص 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 إفريقي أفريقيا بص 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 عربي. لا عربي مش عربي. كده من البنك. البنك. عربي. البنك. الاهلي. الاهلي. بنك. فيصل. الاسلامي. فيصل خلص فيصل وشارك مكان. وشارك مسلم. تمام؟ ممكن اقول بنك. ابو ظبي. أو دي معنى جديد المرة. شكرا لكم. ممكن تسير. ممكن شرط حلوين. هي حلوين. هي خمسة حلوين. هي حلوين. تمام؟ الكلمات فيها الصعوبة. صح كده؟ الفيديو مهم يعني بصراحة. ما تعتمدش على عقلتنا. ما تعتمدش على عقلتنا. علشان الحركات بتاعتنا ما بنعرفش نقيمها أصلا. ممكن نفضل نتدرب على الحركة. مش بتثبت. ماشي انت اول باول كده خد المحتوى اللي على الجروب في بلاش وفضي اللي على الجروب هيجي لك على الجروب تاني في الموضوع ده انا عارفه تمام اتشاب اشاره النقابه هو كان اختراع لان احنا ما عندناش كلمه معصوم اسمها نقابه فاحنا ايوه ليه حرف النون ماشي ماشي ده حرف النون ايه طب ما معلش نقابه ليه نقابه ايه نقابه هو بيعمل اختصار نقابه حرف النون والبي نقابه مش كلها ليها اسباب انا اعرفها عشان بس اكون معاك صح مش كل حاجه في الاشارات اعرف هي صح بس مفيش اصلا اشاره مدرسه هو طبعا مفيش عملها هي سبب اي انا بص خديها قاعده كده ان مش كل الصم يعرفوا الاسباب بتاع الاشاره وممكن انا كده وانت حضرتك صم مثلا وانا بسالك ليه يا استاذ رحمه الاشاره دي؟ اللي ما اعرفش انا اقتبستها كده خدتها نص كده انت حضرتك بتصلي اول ما تصلي بصلي هو الدور اربع ركعات اللي هو بابا كان بيصلي كده انا صلي ده تمام كده؟ ففي حاجات بتبقى ايه؟ تواطؤ لكن احنا بنحاول بقى لو احنا عايزين نثبت الاشاره لو انا ما اعرفش ليها سبب بديها زي خريطه زمنيه علامه مميزه قربي ليها اي بص هي كان اول اشاره الامارات او ابو ظبي عشان نتكلم عن الدقه بتاعتها الامارات هي الدقه لا مش مفهوم يعني الامارات تمام تمام بعد كده اقول لك ايه ابو ظبي على الانف كده على مقدمه الانف ليه ده في سبب وزي هما بيسلموا على بعض كده على فكره بالظبط بيسلموا على بعض اه والله بالانف ممكن اهو اللي بيتكلموا اهو بالظبط بالظبط بيسلموا على ثم ايه هما بيسلموا على بالانف بس ممكن شارع دبي في الديل دبي او دبي مش لازم برضه مع المناخير عشان السلام من المناخير خلاص دلوقتي هنتكلم على قانون العمل كلمات كتيره احنا خلاص خدناها او حفظناها تمام
نقول واحدة واحدة. قانون قانون العمل قانون العمل. قلنا جرد مشكلة مشكلة لا كده لا دي الاثنين بتتحرك ايوه مشكلة او مشكلة مشكلة تمام. موظف في شركة لا ايوه شركة. وقلنا جرد مصنع شركة تمام. يبقى موظف في شركة تمام. الغزل والنسيج بقى لو هعمل كده 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 محلة مغزل كده كده أي كده كده الشركة كده لك الشركة الشركة تمام مكانها فين أي كان المكان يقول لي المدير طردني مش انا طردني هو بقى بيحكي بقى المشكله بتاعته طب يقول لك ايه اللي هو معنى كلمه دي بياكل بياكل بياكل
حاجه اللعبه. شفت اللعبه بتاع السكر؟ صح كده. ايه شغل؟ اه صح كده. يبقى الاشاره دي فيروس كورونا. شكل الكورونا اللي هي الحركه الداخليه يعني هي ايه؟ الشوك. اه تمام. كورونا كورونا فيروس كورونا. تمام. ممكن انا لو قابلت اقول له انا عاوز اقابل المدير، هو بيقول لي ايه؟ اتفضل خش براحتك، هو انا بمزاجي انا اللي طردتك. هو انا مالي؟ هو المدير. انا طلعت ايه؟ يقول لك طلعت، لكنها ايه؟ دخول. يقول لك طلع فوق، يعني طلعت فوق. انا طلعت، طلعت قابل المدير. سؤال، انت تردني ليه؟ قول له انا ايه؟ ماليش دعوه، انا ماليش دعوه. ده قرار من رئيس مجلس الإدارة. إدارة أو إدارة. تاني، قرار كمان رئيس مجلس، مجلس يا شرطي مكتب مجلس الإدارة. لا دائري. أيوة لكن إيه؟ لا مش بقى حركة دائرية. إدارة أو إدارة. زي تعرض. زي إشارة تعرض. بس قريبة أوي الإدارة. يقول لك إدارة. أو حركة دائرية. إدارة. زي إشارة مشكلة؟ لا بس بعمل إيه؟ بكفلها. أه تمام. يقول لك هو ده قرار من رئيس مجلس الإدارة. هو عاوز يطرد. يصفي يعني اللي هو إيه؟ يطرد إيه؟ يقول اختار أنا. اشمعنى أنا؟ حرام انا اولاد اربعه، ده اكل عيشي، عيش واكل حرام. حرام حرام حرام. يقول لك حرام حرام. ايوه حرام. بس دومي كلها حرام حرام حرام. ده شغل بتاعي انا اولاد اربعه. هو دايما يقول لك كده. انا هصرف فلوس منين؟ مين مساعده؟ انتوا هتديني معاش؟ قول له لا بره كده. انتوا هتديني او هتديني معاش؟ معاش ليه انا؟ هديك اصرف. لا اصرف فلوس. ايه فلوس؟ انتوا فلوس هتجيبوني يعني؟ فلوس انت هتجيبوني؟ لان في سم ممكن يجي لك ويقول لك ايه؟ انا عايز شغل 5% بس وانا في البيت. في البيت قاعد تحت المظله في البيت. في البيت. تحت المظله، مظله البيت يعني. يقول لك يا عشان اقول لك انت مثلا ايه؟ انت بتشتغلي؟ تقول لي انا ايه؟ قاعده في البيت. اه زي ما يقول لك ربك منزل يعني، في البيت انا قاعده تحتيه يعني ما بتحركش. تمام؟ فبقول له ايه يعني شغل 5% في البيت؟ يقول لي اه. هو اوتوماتيك تديني فلوس. طب دي بس فلوس دي ايه بقى؟ عاطل عاطل يوم مكتفه لك عاطل. مش على النت ولا كده يعني؟ اقصد ان يقعد من غير ما يشتغل خالص. هو في شركات بتعين 5% على الورق بس. اه عشان ضرايب. ويديك مثلا ايه اللي هو الاساسي اللي هو المرتب الاساسي. تمام؟ ويديك كل شهر بس انا معايا 5%؟ نعم اهو. ومأمن عليه معاشات؟ اه بس لحد الان. كوت بس مش بيشغله خالص. ما بيشغلوش. ولا على الكمبيوتر. ولا اي حاجه يقعد في البيت. اه ايوه بس بيقبض كام؟ 1500 2000 جنيه اقصى حاجه. مش مبلغ دلوقتي. اقل حاجه في 3500. نعم. اقل التامينات بعد حجام الجواز؟ اه عشان شغل 2000. حد قبل 2000؟ 2000. رئيس الوزراء وقدم 3500. اه يعني تعمل بعت لنا جواب انهم 2000. ماشي. التامينات رخصت. اه رئيس الوزراء والتامينات
بال 3500 عشان ده حتى ادنى الاجور بقى ده لسه في الخناقه. فهو عايز يطبق حد ادنى يبقى حد ادنى برضه للتامينات 3500. دي الاشاره دي لو انا انا على فلوس وانا كده انا مش شايف كده دي انا برش انا فلوس انا برش شهر بدفع انا تمام مثلا انا وانت نقعد مع بعض كده على القهوه انت ادفع لا انا عشان ايه هو عامل كده ما كانش يعني الحركه دي بصراحه انا اللي هدفع عامل كده المره الجايه يعني انا اللي هدفع واوقات مثلا اذا مع بعض انا كسوم نركب مع بعض ميكروباص او اتوبيس تمام فانت عايز تدفع وانا عاوز ادفع فبقول له لا انا هدفع المره الجايه المره اللي جايه هنعمل ايه بدل هو عمل حركه بدل اهو بدل يعني انا هدفع المره دي وانت ايه المره اللي جايه تدفع فدي اشاره بدل ولو عملت كده اشاره جمعيه فلوس بقى الجمعيه بتاع الفلوس لا اللي هو ايه هيلف عليك الدور هيجي عليك ايوه فلوس هي اشاره جمعيه جمعيه ايه بدل بدل بس هو في الغالب ده يقول لك بدل اللي هو ايه انا هدفع انت المره الجايه هتلف يعني كده كده هتلف يعني هيجي عليك الدور هتدفع هتدفع يعني يعني كده وصلنا ان احنا ايه خلاص كده اتطرد تمام اكل عيشي مرتب معاش تمام انا هو بقى مثلا هو جالي المكتب بيسالني انا اعمل ايه في المشكله دي قلت له اول حاجه تاني حاجه تالت حاجه وهكذا يبقى دي اشاره ايه اول حاجه لازم تجيب معنى كلمه بجد تمام لازم تروح اسم الشرطه تعمل محضر من الشركه وقفتك وطردتك برضه اول حاجه تاني حاجه هتروح مكتب العمل اللي شغال دي تمام عكس الإبهام في الإبهام، الإبهام في الإبهام. كعب عام. لا، واحد كده واحد كده. أيوة كعب عام. هتروح مكتب العمل هتعمل شكوى. شكوى تقول إيه؟ أنا هما طردوني. تعسف بالإجبار. بالإجبار، لا مش مترشح. يعملش كده شد فيه لا كده لا تتحرك معاك لف عارف لما اجي الف ايدك كده 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 اهو اهي لبره كده غصب كده انت غصبتني تمام ايوه تمام كده انا بقصيت كده انت بتغصبيني ليه؟ انت لو دراعي انا اهو لو دراعي كده انا ايه؟ انا اللي بلوي دراعي كده اللي هو غصبني تمام؟ يبقى انا بقول بكتب في شكوى مكتب العمل ان مدير الشركه طردك ايوه طردك تمام؟ وتقول انا عاوز تمام؟ مكافأة اللي هو ايه؟ شهرين عن كل سنة، أنت شغل كام سنة؟ أقول له مثلا سؤال أنت شغل عقد ولا صح كده؟ شهرة مسبب أو أنت إيه؟ معين، شهرة إيه؟ شغل تعيين، يقول لي أنا شغل تعيين، أقول له طب سؤال كل سنة أنت عقد جديد ولا لأ؟ يقول هو قديم اول مره بعد عقد طول يبقى ده اسمه ايه؟ عقد ايه؟ على طول دائما دائما مش ايه؟ مش سنوي اللي هو ايه؟ غير محدد صح كده؟ مش انا لو اشتغلت بعقد سنه تمام؟ واستمر بعدها العقد بدون تجديد وانا استمرت شغل اسمه ايه؟ اتحول من عقد سنوي لعقد
دائم. ها يلا زوليد دائم. لا دائم دائم تحت. لا تحويل. عارف الفطيرة لما بنعملها كده صح كده اهي اهي وضم ايدي ولف. بص دي اللي ممكن نقول عصر يعني عصر. لو حد لعب كاراتيه كنا عندنا كده كده اسمع كده اهي 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 كاني بعصر. صح كده ايوه بس بقى خليها ايه فوق ما تنزلش ايدي بتاعتك. لا اهي ايوه صح كده اهي. او مثلا اعمل كده صح ايوه تبديل تبديل. يبقى انا بشرح له قولي طيب. يبقى انا بنقول ان العهد لو بعد سنه استمر تمام على طول جديد مفيش يبقى ده اسمه ايه عقد ايه؟ دائم دائم. طيب ممكن اقول له مثلا برضه مشكله ده من المشاكل انا بشتغل في شركه جديده تمام؟ بعد 3 شهور هو طردني انا عاوز حقي. اقول له لا ده حق بتاعك لا هو بمزاجه بره براحته علشان ده اسمه عقد ايه؟ مؤقت. هو 3 شهور بيشوف انت كويس ولا اي كلام نصوص يعني ولا وحش تمام؟ هو شايف انت ايه؟ بس هو طردك امتى؟ 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 اقعدي بقى في ازاي اقعدي عشان الاشاره لما انت قاعده بتركز اكتر. انا مش شايفه من والله تعالي هنا. انا ما بشوفش من قدام ولا من ورا ولا من ورا طيب يبقى الاشاره دي امتى 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 اقول له انت صوره العقد موجوده ولا لا؟ مش عارف لا جاي شفت زي تمام؟ فبقول له سؤال انت صورة العقد موجودة ولا لا؟ موجودة ولا لا؟ قلت لي في البيت. في البيت بتاعك ليه؟ انت جاي ومحامي المفروض ايه؟ الورق ايه؟ معاك علشان انا ايه؟ المرة الجاية انت هتيجي لازم لازم الورق عقد معاك. يبقى احنا ايه كده ايه؟ علشان انا اشوف انت اتطرد او اشتغلت امتى وهو طردك امتى بالظبط 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 بالتمام. خلاص كده يبقى كده قلنا ايه بالظبط عشان لو هو طرد بعد 3 شهور ممكن انت تاخد تمام مرتب باقي السنة. باقي؟ باقي. باقي. لا مش كده. باقي. باقي. ها؟ باقي. باقي السنة. يقول لي باقي السنة ازاي يعني؟ هو المفروض 3 شهور بره. سنة كام شهر؟ 12 شهر. 12 شهر تمام 3 شهور يبقى باقي كام؟ 9 شهور مرتب. انت مرتب في الشهر كام؟ تاخد كام مرتب؟ كام؟ يقول لي مثلا 3000 يبقى نقول 3000 في 9 فلوس كام؟ 27. يقول لي بجد؟ اقول له انا لا ماليش دعوه انا بكتب ورق بقدم اللي هو القضيه محكمه هو ايه وزن الامور. انا اقول بالاخر وبالاخر تقول محمود ضحك عليا لا
انا بشتغل بايه؟ بجد. الله هو ايه؟ المكتوب. اللي هو ايه؟ اللي زي ما بنشوفه عنه اللي مكتوب على ايه؟ على الدي بي. صح كده؟ ده الشرح اللي احنا بنقوله او الكلام اللي احنا بنقوله. انا مش بغسل وضم الجنب. بس انا بشتغل بجد. انا بيقول لك ايه؟ فوضى. شرط فوضى. لا هي كلها شرط. فوضى. شرط فوضى. 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 دي شرط مرتب. صح؟ دي بقى ايه؟ فوضى. لا افتحي ايدك. اهي؟ لا تعملي لبره ازاي؟ لا اهي. بصي. بفتح بقى ايه تاني؟ صح كده؟ فوضى. فوضى. فمثلا هو بقى بيقول له انا بشتغل بجد، انا فوضى اي كلام؟ لا. انا بشتغل بجد هو الله بقى ايه؟ مكتوب؟ الله اعلم. زي شرط سوين. يقول لك الله اعلم. شرط سوين. الله اعلم. لا مش قلبي فيها بس انا مش باين بقى الحته اللي تحت دي. الله اعلم. علامه الاستفهام في وقت او بيد وقت. الله اعلم. علامه الاستفهام الله اعلم. يبقى ايه اللي هو ببذل عنايه ومش ايه تحقيق نتيجه. تكلم بس عناية وليس تحقيق نتيجة. هي دي شرحها. ان انا بشتغل بجد. مثلا مش بهزر مش فوضى. تمام؟ انا بحاول بكتب وبقدم بقدم بقدم. بس هي المحكمة ايه؟ هي اللي بتوزن. هو ايه؟ مش انا. احنا دايما بنقولها كده للبوكي انا مش بغسل وضامن جنبي. ولكن انت حاسبني امتى؟ لو انا ايه؟ ما اشتغلتش كويس. اي حاجه، اي كلام، فوضى. لو انا ايه شغلي بقى ايه؟ فوضى. انت الحق بتاعك انك انت ايه مثلا الفلوس اللي انت اديتها لي تاخدها. تاخدها. انا بحب الشركة. لو ما عملتش شغلي بقى خد فلوسك يعني. اشتغل. لكن انا بشتغل واعمل كده في عينيه. لا انت مثلا انا نركز مع بعض. انا بتكلم هو برضو انا بيجي لي اصم فبيجي تمام. انا قديم بقول له انا قديم 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 مشكله مع الصوت. السبب هو ايه؟ انا بشتغل هو ما بيدفعليش. يقول لي لا صوته مختلف. انا ماليش دعوه انا مختلف. بقول له والله انت مختلف. الراجل يضحك عليا اوعى انا احبسك. فبقول له انا بعمل عقد في الاول. عقد اللي هو ايه؟ انت هنتفق اتعابي عرقي تمام؟ اتعابي فلوس كام؟ مثلا 5000 انت في الاول هتدفع 2000 وبعد شهر 1000 شهر بعده 1000 او على حسب الاتفاق بتاعك. فاللي هو العربون بدفع في الاول. عربون اللي هو ايه؟ بدايه الشغل انا هدفع في الاول في الاول في البدايه. هي شرحها. عربون اللي هو اتعادي اللي هو عربي عربي اتعادي اللي هي فلوس. بدفع في الاول. بدفع. اهو فلوس. كده. بدفع. في الاول. لا في ايه؟ واخدها هنا واحطها هنا. لا. ايوه في الاول. يبقى ده اشاره عقود. هي كلها شرح. احنا اتفقنا وفكرة ان مفيش قاموس. نتعامل معاها كشرح اسهل بكتير من ان احنا ناخد الكلمات نحفظها.
ما هو كلها شر. اتفقنا ان هو الاصم ما يعرفش الكلمات او المصطلحات بتاعتنا، والمصطلحات القانونيه برضه هو ما يعرفهاش. يعني مثلا عايز اقول مثلا ايه افراج شرطي. قفل الكاميرا طيب؟ لسه طب اقفلها طيب. طب اعمل اذان ترجم له الاذان، احنا نترجم معاك. ترجم انت بقى. ترجمة بس ايه؟ بلاش دي اشهد بلاش دي معلومة الهدى، الهدى خلاص انتهت.
لازم يعرضوا للطب النفسي ويتعالج.
الخالد ده، وانا حتى قارنت الدول الاوروبيه في القانون المقارن وقلت المحكمه ان في ايطاليا بيطبقوا المرض النفسي، المرض النفسي وقت ارتكاب الجريمه المريض يسبع ويتخيل اللي حصل له، فهو مش في المود الصح، هو في شخصيه ثانيه مش نفس الشخصيه، وبالتالي مغير او مش نفس الشخصيه بتتلبسه على حسب جثامه الجريمه، حسب جثامه الجريمه. فعدلنا يعني ما تستوانيش الشغل اللي احنا بنعمله، لو انا كنت عارف ان انا بعملها يعني ابتدي اركز. دي أحدث أكثر دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين والمتابعين تبع وزارة العقل والأحداث. أيوة، حتى غيروا نظام الأحداث، أنا عندي من لأن الإصلاحية بتطلع مجرمين على مستوى عالي جدا جدا، فغيروا نظام السجن وغيروا نظام الأحداث، وفي أرض تم شراها حوالي 60 فدان في 6 أكتوبر سوزان مبارك الثامي، اشتروا عشان يعملوا يعني حاجه كبيره للاولاد الشوارع. طبعا ما تمتش لان قامت الثوره والدنيا ايه اختلفت شويه، انما حصل تعديل في القانون. مش هقول بقى باسم انا لجنه مره بس برضه حريه، وكانوا كلهم اولاد وكانوا كلهم يعني حتى لو تشوف مجتمعهم هم بيسيبوهم ينزلوا هم خلاص أولاد شوارع، هم ما يقدروش يعيشوا معاك أبدا، ولا شايفيني ولا بتدعني عنهم حاجة، يعني أنت لو قاعدة في مصر ولا لابسة ذهب إيه ولا ألمظات إيه ولا راكبة عربية إيه، أنت هم مش شايفيني، هم عايشين في حتة تانية خالص دماغ وكله. ولو يعني أنا أعرف حالة كان أهل كويسين ياخدوه يحموه ويلبسوه وكويسين كده بصوا كويس جدا يهرب، لدرجه كانوا يربطوه في السرير ويرجع تاني في الشارع خلاص. قصه انا عشت، انا عشت في الموضوع، عشت. طب بالمناسبه احنا لو عايزين نوصل على الحكم نعرف نوصل على الحكم معايا. على فكره الحكم ده اللي خدتها الجواز. ان شاء الله اشوفكم كويس واقولك عادي، لان القضيه دي انا عملتها كويس، والقاضي قبل الحكم اسند ليا الدفاع عن واحد من الثلاثه اللي المفروض يتعدوا، فجت لي انا حاله نفسيه والاستاف بتاع مكتبي انا مش عايزه حد يتعدى وانا عارفه ده يتعدى. فركبنا القطر ورجعنا على المكتب، ما رجعتش على بيتي مع العميد، وقعدت اقرا القضيه من الجده للجده، في الاخر طلعت ان الحرز ضايع، حرز الجريمه نفسه ضايع، وجبت له اشغال من الاعداد يعني جت كده. بس انا يعني كان ساعتها كنت في ضغط نفسي وعصبي فظيع، عايز واحده في الاعداد. الحرز ضايع من المحكمه، من المحكمه، من التحيات، من النيابه، حرز ضايع. لحمة تجيبه لمسات تانية تديله حكم، بس لو كانت وجدت الحكم والسكاكين والكلام ده كله، بس جسمي الجريمة لازم هيتعدم، هيتعدم في اتنين اتعدموا، بس كانوا في ثلاثة يتعدموا. لا هما ما كانش حد عارف الحكاية دي، أنا عرفتها لما رحت وقريت القضية، أو القاضي يمكن القاضي كان عارفها وحابين يدهني، ما حدش اتكلم فيها الله أعلم، أنا ما أعرفش. بس هو كان دايما يقول لك العيال دي تربى على الاستاذ فرح، حابب جاي يتكلم مره يقول لك بقول لك ايه؟ الاكل متربيه في بيتك. بس الاستاذ فرح اني بحثت كل حاله ايه اللي وصلها للشارع؟ ايه؟ كل حاله منهم قصه ماساه بشعه. خلت منهم اولاد شوارع، ما كانتش بالصدفه. مش هم موجودين اولاد شوارع. المجرم مع الفكره ممكن تقولك مش مخرج، بس الظروف. انا عندي واحده اتعدم وخدت اعدام، كانوا سته واثنين خدوا اعدام. اللي اتعدم ده كان ماشي مع ابوه في ميدان الجيش، ابوه جزمان
ميدان الجيش دي الحته دي فيها ناس بتعمل تصنع احذيه وكلام. فظابط سقفه هات البطاقه ما معهوش بطاقه لطش ابوه بالقلم. الظابط لطش ابوه بالقلم قدام الولد. فالولد لطش الظابط بالقلم وبدت الخصومه بين الظابط والولد. وبدا بقى يستقصد ويستقصدوا يمسكوا هنا وهنا لغايه ما اصبح واتعدم في موضوع في جثه مش الجثه اللي هو قصه ايه. بصي انا عايش في كل القضيه حاجات فشخه بس بداوا فعلا. وعلى فكره الظابط برضو بعد كده تحول لمجرم واتعدم واترفض من الهيئه واتعدم. انت ربك لم يرزقك في القضايا الجنائيه دي تشوفي حكمه ربنا فين. انا كنت في سنه ويتقال ايه الثغرات اللي اتقالت في القضيه. لا انا كنت عامله ده في لجنه الحريات من حوالي كلام الاستاذ المنتصر هو مقرر الحريات. قلت هجمع القضايا والاحكام يعني اغرب القضايا. انا قلت اغرب القضايا ف وكتبت القضاء في ظل القضاء والقدر. قضاء وقدر قبل الدوله ما فاتش كنت حارب مع عرب النيله لان هم بيلعبوا في الدور ده وليه في الدور وما اتعملتش. بس انا جمعت قضايا. لا بس هيبقى حاجه كويسه انا فكره حلوه اننا فعلا نعمل. انا عندي قضايا بالصور كده بالمذكرات انا عندي قضايا عندي قضايا غيرت فكري غيرت حياتي يعني وجدتي ده تاني خالص. يعني كان ممكن اكون محاميه مدني تحولت لمحامية جنائي وتحولت لمحاميه حريات وقضايا رائعة. يعني مثلا زمان كانت الراجل اللي في ايام الراجل مش محاميه ضرايب ايه؟ رافع عليك لا ده انا عاملين في شغل. طب لا احنا كده علينا 16 سنه. ثانيه يا حبيبتي انتوا عارفين ان الدكتوره اللي مشيت وزن شخصية كبيرة قوي في الدراما. دكتورة صحة. دكتورة صحة والراجل ده جالي شخصية كبيرة هيخدمنا خدمات جليلة في الدراما. زبطة؟ لا يعني هيشتري 16,000 هتعملي تزكية التماس. لأن الأساس في البروتوكول إحنا كنا عاملين إن اللي يدفع في القيمة المضافة هو المحامي اللي بيتعامل مع شركات. تمام. إنما السيستم هو السيستم داس على الزرار بقى كل محامين. هو ده اللي حصل. بتقدمي التماس وبيتقال في الالتماس ان انا لا اعمل. يعني نستند يعني نعمل فين الوزاره. وفي نفس الوقت انا لان لما لا القيمه اللي هي القيمه المضافه اللي هي عشان الشركات هي جايه لشركات المحاماه. طب هو كلنا ما انا بقول لك عشان السيستم تريك تبقى كله محامين. بص على زرار بقى كله. لا المفاتيح انا قعدت مع زوج الدكتوره سحر عندي في المكتب. جالي في الخبر راجل محترم جدا. وقعدت مع ناس ثانيه. فالمكتب تظلم انا لما اخلص الموضوع. انا عايز برضه فلوس. انا اخلص الموضوع هقول للكل يعمل ايه بس هي هتبقى تظلم. بالظبط كده بالظبط. ودي ممكن نعملها دوره بس نشرح يعني نعمل ايه بالظبط نعمل ايه. بس انا على طول بسرعه انا اشتغلت في الموضوع مجرد معرفه 16,000 اغنيه 16,000 الثانيه شهر 11 و 12 66,000 ده انا لقيته لما قلت لك انا ما عملتش.
راحوا بقى مدينة السلام وشربوها حاجة وهم قاعدين
كده في كافيه وبعدين طلعوا على الصحراء. الثلاثة رجالة مع الثلاث بنات مارسوا الجنس، وطبعا البنت كانت بنت، هي دي الوحيدة الدايخة فقدت عذريتها، والبنت الثانية برضو كانت بنت بس كان يعني ما حصلش حاجة يعني فقدت عذريتها وحصل انها مارت، وكان جاي كانوا هما شابين بقى العصابة والصبايا كان عايز برضو يكمل فصوتت فراح جاي الحبل وكان جاهز نفسه حبل وسكينة وقلم وكان طعمه وخده منها وراح وكان وحفروها في نفس المكان وسابوها خافوا رجعوا منهم اتنين وراحوا مطلعينها خافوا احسن الديانة والكلاب يكشفوا المصدر خدوها وراحوا رموها في مرتين وفضلت ابوها اصم ماسك محمد اخويا وعمالين بقى يلفوا في الاجسام علشان خاطر يدوروا على البنت مش لاقيينها لغايه لما لقوها طبعا تاني خالص في القمر في القفر اللي كان بيدور معاهم واحد من عندهم برضه كان بيدور مع الاب كان في حد منهم صم واحد صم اللي هم حد من هنا يعني واحد من التلاته اخو كان بيدور معاهم بس ما كانش يعرف ان اخوه عمل كده ما كانش يعرف تقريبا عصبيه خدوا اعدام ومحمد بص شاف الاعدام كان ايه لما عشان كان بيترجم الكلام بس محمد مترجم مرة شرق وأخوه صدنا دي فشاف لحظة عشمان وجوه لأنه لازم يقول له عايز حاجة نفسك حاجة كده في الوقت طيب أستاذة مرة أستاذة فاطمة حكت قصة قضية عايزينك تقومي تحت القصة دي بالإشارة قولي القصة انسي ان في كاميرا قدامك خالص سيدي استاذه فاطمه مش عايزين صوت وعايزين هل هم هيفهموا ولا لا وانت هتقدري تقولي الاداء ولا لا هنا
بداية كده احنا لسه قايلين كده
عمل بس ما بلاش كده كده عمل كده ونهايه كده عمل طيب او بقى اشرحها بقى اشرحها انا مثلا. انا اعصب مش هيك يعني زي العمل وزي العمل سألت
سألته سؤال. من انتوا؟ انا شوري عليه. هو جايز. نوع مش كامل. نوع. ايوه. او انت مشكلتك ايه؟ بلاش الكلمات اللي هي يبقى. اه. مشكلتك ايه؟ هي بتحكي لنا بقى. هي بتحكي لنا. قال هو عايزها هي بتطلقه. لا هي عايزه تطلقه. هو عايز يطلقها. انت جاي ولا ولا بنت؟ خش. بس مع زوجته هي بنت. عايزه تطلق. هي عايزه تتجوز. وهو مش عايز يطلقها. زوجته اللي هي بنت هي اللي طالعه هي اللي زي الاصابع كده. ايوه عاوز ايه؟ ايوه بس كده. لا عايزين سيجارة دي كده. خلصنا احنا دي. انا بساعد بس مش شرط. هي عايزه تشتغل تمام. الشبابيه بقى. يعني هو تاني قسم بقى. هي رفع عليا هو تاني قسم. اه مفكر ايه الولد هو اللي عاوز ايه يطلع تقول له ايه خساره يا خساره. انا فيها معاك. هو مش عايز يطلق يعني؟ احنا نخلعه عادي. لا كده. ايوه اخلعه مش مشكله اخلعه. مش كده. كده. لا مش بلاش بلاش بلاش. اه. خلي اقولها ازاي؟ لا العكس. كده قولها. العكس. ايوه. قولوا لها. زي شنو الكنز. زي كنز كده. علبة الكنز كده. لا مش كده. كان في مسمار هنا. اه. هي فاكره. في مسمار. وبيطلع. هو عامل زي تمام كده. بس عشان طلعتوه. بصوا على الفيديو. مكان الفل يعني. كبسة. حصل كبسة.
يعني كبستي عليه. لا هي بتصور صورته فيديو ما دي قليل مسكت عليه بس مسكت عليه قليل قليل بس الصباع الصباع بقى ده دي الصباع في كده فيديو وفي كده فيديو فيديو ودي هتعمل وعماله تصور كده فيديو في كده وفي كده خبيه يعني السر الفيديو عندي لسه ما هي اما تيجي بقى بتاعه بعد ما جبتي الاوائل كلها وفريدي ان الالعاب اللي انت طلبتيها حاجه مش على ايه ده هو انا بتكلم بجد انا اللي بقول ده بجد ايوه كل البدايه كده هي بتراجع علينا الكلمات لا ده انا بقى هو ده بجد لا بتراجع انت بقى في بقى زي ما قال الاستاذ محمود بقى مقدم وفي التقسيط في الطريق وشغله لا انا مش
احنا معاك زي ما كنت معايا. دعم دعم. قضايا قضايا قوية بقى. قوية ايه ممكن؟ احنا بنستغل كلمة الأرض. احنا هنستغل اللي خدناه. أيوه. ما هو اللي خدوه ده بس خدوه قضية. خدوه قضية. لسه ما سجلتش، أنا ما سجلتش. كل ده انا قلت كل برضه هو كله بيطلع اليومين دول. ايه هي الموضه؟ هو برضه ضاغط وعامل كل حاجه يا استاذ. احنا مش الكلام ده، هو بيعي عادي كله خلق يعني. ¿Qué es lo que
اللي انا طلبتها. اه صفات الاولاد اللي انا قلت لك حد. طيب برافو. هي مش انا قلت هتدخل على حلو
حلتي ده انت شربت الرابع وبعدين انت بالذات بقى ما ينفعش تحل انت خليني بص يا بيه نجح الدخل يبقى دول اللي انت بتدي حد يتدخل بصوتها اصلا حرام عليك ليه ما انا بقول دي بالذات ما ينفعش فيها انا بقى تطلع حضر البيت مش مشكله احنا معاك هقول لك حاجه جالك موكل علشان عايز صاحب البيت يطرده من الشقه لانه ما دفعش الاجره بقاله 6 شهور واحدة يعني عنده مشكلة مين اللي هي بتاعت 6 شهور انزار يا زلمه
انذار ازاي؟ انذار عارف الكارت الاصفر بتاع ايه؟ بتاع الحكم زي الكارت الاحمر بتاع الحكم كده المفروض تدفع بقى اكتر من 6 شهور المفروض تدفع اكتر من 6 شهور لا كده بقى عشان تثبت حسن النيه يعني حاجه طبعا يعني ممكن
المحامي بيقول دايما ان المتهم المتهم ليه حد مسكت لا هو لوحده اوتوماتيكي هو مسكت 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 قانونيه عارف بس شيء قلت له مصاريف عشان لما الاول اصور لا بس كده هتبقى كده نص تصوره هتصوري يعني هتصوري ان القضية هتاخدي صورة للملف القضية هتصوري 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 حد فيديو لا جريمة يعني عايزة تصور ملف القضية عشان ملف القضية الملف بس هي المصاريف عشان نصور الملف ايوه اقنعيني انا دلوقتي واحده اهو جايالي قضيه هتاخدي فلوس ان شاء الله بقى ان شاء الله اه ان شاء الله انا جاهزه عشان ايه اتفرج عايزه تخش كده بارك الله فيك.
محتاجه كده عشان هي قضيه ان شاء الله يا ريت. هي فكره حلوه فاضي وممكن تترجم على كده. انا الشركه فوز.
ما ينفعش هم ظالمين اصلا بس يس برضه ما اعرفش ايه يا سلام.
لا. مؤسسة فردية. مؤسسة. أنا. مؤسسة. إيه؟ مؤسسة. مش عملت شخص. لا. مؤسسة. بص ما تركزش في الكلام اللي أنت بتقوله أكتر من تركز في الإشارة اللي هتعملها. مؤسسة. مؤسسة. أنا. قلت له. حاجة تانية. الشركة. الشخص. الواحد. أنا. كلمته وشرحت له. شرحت له. شركة مساء 25 شخص. لا هو أصم. لا مش أصم. ده غير طبيعي. طب أنا عايز أقول لكم على حاجة بالنسبة للصوت. الأصم بيبقى محتاجة. سوزان نادية ما تيجي نوصل سوزان نادية رابطنا. على درجة واحدة من المرة اللي فاتت في تقدم ملموس
وفيه حلو جدا جدا يعني لذيذة يعني. الحاجة التانية فعلا انت بدأت تشبكوا المواضيع ببعض. فأنا بشكر الأستاذة نادية والأستاذ محمود على المجهود الرهيب. ومش عايز حد يكتب على الجروب الظروف اصل الدنيا برد اصل في زحمة في النادي اصل مش عارفة ايه. لا وفروا الكلام ده لأن الشغل ماشي الحمد لله الحمد لله والنتيجة اللي أنا شايفاها حلوة الحمد لله يعني الممارسة كمان بتبقى حلوة جدا جدا يعني مختلفة كليا عن اللي شفتها قبل كده. هي في ناس مثقفة يعني لا في ناس حضرتك وقعدتي بتحكيلي حد من الصلمة عشان يحصل نوع من الحوار بقى العملي. انا هحاول اجيب واحد بقى وخلاص ان شاء الله. انا كتبت الاسامي عشان هعمل لجنه منفرده داخل لجنه المرأة للصلمة. اسمها عايزه بقى اسميها ايه؟ نسميها قلم بس فرشه يعني استاذ محمود ما كانش موجود في يعني هعمل على المجهود ده على انه عملت مجهود مجتهد فهعمل لجنه داخل شؤون المرأة للمحمول الصوم 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 ايه؟ الصوم الاعاقه السمعيه ذوي الاعاقه السمعيه سمى كده لجنة المساند ذوي العامة للصحة. استاذة أمينة أهم حاجة عندها الفلوس. هترش علينا كلها. طب الصم اللي ذوي الإعاقة السمعية مساند. مشيت الصم بقى. مساند لذوي الإعاقة السمعية. مساند لذوي الإعاقة السمعية. دي عشان تزود ال اولا احنا عملنا بول مع مهتمين جدا من العلاقه عملنا مسابقه بس احنا اول الناس بنعمل شغل مع ما هو ده كويس مصر اول الناس احنا عملناهم عشان العلاقه هم طلبوا مننا شغل فعلا كمحامين اللي عملوا شغل محامين طبعا فهيعملوا دول على اساس دعم على ارض الواقع هم ناس متقدمين في الجزء ده كويس عندك ذوي الاعاقه فاحنا عايزين نعمل دفع بقى مش كويس على اساس ان طبعا في ناس منهم هتيجي هنا فيبقوا شايفين نتائج وشايفين شغل في نفس الوقت لو اتعملت اللجنه كويس والاسامي اللي حطها بصراحه امانه على رأسهم طبعا الدكتوره ناديه استاذ محمود استاذ اسراء لانهم دول المعلمين المدربين علشان نتطور اكتر المساله مش بتقالك قاعدين شويه ونتعلم لنا حاجتين وبعدين خلاص لا المهم النتائج والاستمراريه لان انا اللي في دماغي انت عارفه من الاول بس الضفة عليهم مفرقة ضفة الأسبوع جايين هم عملنا في الكورة عملنا فيما يخص لا هي فيما يخص أنا بعمل حاجة اسمها القاضة مكتب دولي اسمه القاضة يضم كل التخصصات اللي بتاعت كل التخصصات وطبعا المكتب ده هيقدر هيتفتح على مستوى الجمهورية كلها فما المانع اننا نحط على مستوى الجمهورية ده هينزل على النت وعلى كل الدول العربية نحط دي تبقى يعني دي اساسي يبقى ممكن قوي حد جاي مثلا من بره حد عندنا هنا في القضايا في الكلام ده فده حاجة تبقى رسمية ما تبقاش مجرد اننا اتينا بتعلمنا حاجة وخلاص لا انا عايزه نتائج عايزه شغل حاجه ما منهجه ده المقر الرئيسي هيبقى في القاهره وبورسعيد
وعندنا مقر في اسماعيلية ومقر في هنا. مكاتب خاصة ولا تحمل المقر؟ لا مكاتب خاصة. خاصة لان دي اللي نجح دي هتبقى فلوس. اسماعيلية اسماعيلية تعزم فلوس هيدا انا عايزة اسماعيلية ايوة. لا حضرتك لما موجود المكتب اه موجود لا حقيقي عشان يبقى ده شغل اسمي مكتوب اه يعني اعملي بس الفوست اللي انت بتعمليه اه اسمي مكتوب وانا كتبت انت كتبتي انا اسمي مكتوب على اساس يبقى ده فرع فرع معلم وبعد كده هتتعلم في البروشور بتاع الكمبيوتر يعني صور الناس اللي ليها زي حضرتك على موقع نفسه السايت ده السايت ده حاجه تثبيت كبير مش مجرد اننا عاملين حاجه كده انا ضد فكره عاملين حاجه كده انا عارفه الرؤيه اللي بره بس انا عارفه فكري عايزه ايه انا احب التطبيق ما احبش حاجه صغيره فوعدنا انا اللي ساعدت النهارده في المخاطره تبدو بعدين دي بقى حاجة بقى يعني ده شغل ده شغل بيزنس تدريب بس في شغل بيزنس شكرا جدا ونفس الشيء بعدين